بعد الملك فاروق الناس توقعت انك هتبقي في صدارة الصف الاول في التمثيل، انك انت عملت دور صعب ومسلسل عمل كمان في المقابل نجاح جماهيري باهر، مش بس في مصر، في مصر وفي العالم العربي. دي حقيقة. ايه اللي حصل؟ اللي حصل خطبت بقى وركزت في الحب شوية وسبت التصوير يمكن ده عطلني جدا. طبعا الخطوبة دي كانت غلطة؟ طبعا. ليه؟ اختيار غلط وتوقيت غلط، وانا يمكن ساعتها عشان كمان كنت صغيرة متسرعة جدا، كنت في مشاعري، فاعتقد انه يعني ده عطلني فعلا وقت طويل. على الاقل اصل سنة بتعدي علينا ممكن كأنها مش سنة، كأنها مثلا 5 6 سنين، بتفرق. قعدت قد ايه مخطوبة؟ سنتين، تاني سنة فسخت على طول.